بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وعلى الله نتوكل وبعد مع حضراتكم الأستاذ الدكتور يوسف حسين أستاذ التشريح وعلم الأبنة في سلسلة منهج التشريح وعلم الأبنة. الجي اي تي للجاسترونتستينال تراكت مصدرها في علم الأجنة يا جماعة ثلاث أماكن، حاجة اسمها فور جت، وحاجة اسمها ميد جت، وحاجة اسمها هند جت. هنتكلم النهاردة إن شاء الله على سيليك ترانك اللي هو بلاد سبلاي أوف ذا فور جت، أوف ذا فور جت، سيليك ترانك. هنعرف حالا دلوقتي يعني إيه فور جت، يعني إيه ميد جت، يعني حالا دلوقتي إن شاء الله هنعرف. إيه سيليك ترانك؟ سيليك ترانك ده من اسمه ترنك، ومعنى كلمة ترنك يعني جزع، والجزع قصير وقوي، يبقى هو قال لك فيري شورت اند وايد ارتيريال ترنك. هذا الترنك طالع منين؟ طالع من الفرنت اوف ذا ابدومينال اورطا، من قدام الابدومينال اورطا ات ذا ليفل اوف تي 12. ده مهم جدا، طالع من الفرنت اوف ذا ابدومينال اورطا عند تي 12. يا دوب طلع ترنك راح جاي مدي على طول ثلاث برانشات بتاعته. ادى ثلاث برانشات يا جماعه، واحد ليفت جاستريك، سبلينك، هيباتيك ارتري، وده الموضوع بتاع اليوم. ايه هو ليفت جاستريك، السبلينك اند هيباتيك ارتري؟ قلنا ان السيليك ترانك بيدي الفور جت. طيب سؤال بيسال، يعني ايه فور جت يا دكتور؟ فور جت اللي هو الجزء العلوي من الجهاز الهضمي، اللي هو عباره عن ايه؟ ابدومينال بارت اوف ذا اوسيفجس. ركز كده معايا، ركز كده معايا، ليس كل اوسيفجس، ابدومينال بارت اوف ذا اوسيفجس، ستومك، ليفر اند جول بلادر، الفيرست بارت من الدودينم، ركز كده معايا، والجزء العلوي من السكند بارت من الدودينم لغايه فتحه هنا كده اهي، اللي هي فتحه فيها اسمها ميجور ديودينال بابيلا، اللي هو هيفتح فيها مين؟ الهباتو بنكرياتيك داكت. اذا البنكرياس هياخد حته هنا كده، الجزء العلوي من البادر اوف ذا الجزء العلوي من الهيد اوف ذا بنكرياس والبادر اوف ذا بنكرياس والتيل اوف ذا بنكرياس، كل المنطقه دي هتاخد من سيلياك ترنك. اذا دلوقتي احنا هنتكلم على بلاد سبلاي دلوقتي، الابدومينال بارت اوف ذا اسوفجس، الاستومك، الليفر، الجول بلادر، الفيرست بارت من الدودنم، الابر هاف من السكند بارت من الدودنم، حتى فتحه الميجور دودنال بابيلا، والبنكرياس، مش كل البنكرياس، الابر هاف من الهيد اوف ذا بنكرياس والبادي والتيل، ده كله اسمه فور جت. بدانا باول برانش من السيليك ترانك، ليفت جاستريك ارتري، من اسمه ليفت يعني رايح ناحيه الشمال، وجاستريك يعني المعده، ارتري من اسمه كده حلل لنا كل حاجه. ده اصغر برانش من برانشات السيليك ترانك، شكرا يا عمو. واضح جدا ان هو ماشي فين؟ هذا الجزء نازل على الليسر كيرفيتشر اوف ذا ستومك، نازل على الليسر كيرفيتشر اوف ذا ستومك اهو، بتوين ذا تو لاير اوف ذا ليسر اومنتا، بين طبقتي الليسر اومنتا اللي هي ماسكه فين؟ في الليسر كيرفيتشر، ماشي اتجاه اليمين. علشان يعمل انستيموزس مع ارتري هو اسمه رايت جاستريك ارتري، احد برانشات هيباتيك ارتري، احد برانشات الهيباتيك، يبقى ليفت جاستريك هيعمل انسيموز مع هذا الارتر اللي هو عباره عن رايت جاستريك ارتر. بتغذي ايه ليفت جاستريك؟ انا بغذي المنطقه امشي فيها. هتدي يا سيدي، انا هدي الابدومينال بارت، امشي معايا مع السهم، ابدومينال بارت اوف ذا اسوفجس، ثم كاردياك اند اوف ذا ستومك، ثم الابر بارت، ركز كده معايا، الابر بارت من البادي of the stomach along the lesser curvature. The upper part من البادي of the stomach along the lesser curvature. ما احنا لو جينا هنا كده المعده، ادي المعده اهي، فصلنا المعده هنا كده بخط اهو، ده الابر بارت وده اللور ايه؟ وده اللور بارت. ادى هو ايه؟ ادى واحد اهو، ادى الابدومينال بارت، ادى الكاردياك اند، ادى الابر بارت of the stomach along the ايه؟ along the lesser curvature، along the lesser curvature. splenic artery
ده اكبر برانش من برانشات السيلياك ترانك يا جماعه. The largest branch of the celiac trunk. خلي بالك من اسمه splenic artery، يعني من اسمه رايح الى السبلين، اسمه كده. هذا الارتري طالع منين؟ احنا احد برانشات السيلياك ترانك. تمام. هذا الارتري ماشي ازاي؟ بص كده، ماشي تورجوس متعرج. بص الارض عامل ازاي؟ تورجوس ماشي along the upper border of the pancreas. ده كده بنكرياس ماشي على الابر بوردر زي بنكرياس behind the stomach. ورا الايه؟ ورا الاستومك. خلي بالك كده، يبقى الارض ده كده واحد تورجوس متعرج، اثنين ماشي على الابر بوردر of the pancreas، ثلاثة behind the ايه؟ behind the stomach. behind the stomach. هذا الارتري عاوز يخش مين؟ عاوز يروح للسبلين. علشان يدخل السبلين في كوبري خده وصله للسبلين، اسمه ايه؟ اسمه لاينو رينال ليجامنت. اسمه ايه يا جماعة؟ لاينو رينال ليجامنت. هذا اللاينو رينال ليجامنت، هذا اللاينو رينال ليجامنت من اسمه، تعالى كده، لاينو يعني ايه؟ يعني سبلين، رينال يعني كدني، يعني رباط بين الكدني وبين السبلين. اذا الكدني لازم لها ريليشن مع السبلينك ارتري، امال هو هيوصلها ازاي؟ يبقى هو ماشي خلال لاينو رينال ليجامنت. هذا اللاينو رينال يعني ايه لاينو؟ لاين يعني سبلين، رينال يعني كدني. اذا هو عمل ريليشن للكدني طبعا. هو ماشي، احنا قلنا خلي بالك ماشي على الابر بوردر بتاعه البنكرياس خلف الاستومك، لكن ماشي امام مين؟ مين اللي وراه؟ هو ماشي امام مين؟ اللي هم الناس اللي نايمه على البصيره قدامنا دول، نايمه على الليفت سوس ميجور، ليفت كدني، ليفت سوبرارينال جلاند. امال هو وصل ازاي يا جماعه لاينو رينال ليجامنت؟ يبقى هو بين الكدني وبين السبلين لاينو رينال ليجامنت. يبقى كانتيرو ليشن ليه؟ قدام منه الاستومك، لكن ورا منه ليفت سوس ميجور، ليفت كدني، ليفت سوبرا رينال. وقلنا ان هو ماشي على الابر بوردر اوف ذا ايه؟ اوف ذا بنكرياس. طب ليه هو تورشوس؟ الله عليك يا رب، سبحان من خلق فاتقن الخلق. ليه يا رب عملته متعرج؟ قال عده اسباب. اول سبب، حضرتك بتاكل كلت قدام منك، بدل ما انت بتاكل مثلا سندوتش كلت لك 10، كلت 10 سندوتش، عملت امتداد انتفاخ للاستومك. ده هو ماشي ورا الاستومك، يبقى هو بيحميه من الديستنشن، جاستريك ديستنشن، تمدد انتفاخ المعده. ثم لا قدر الله حصل مرض في الاسبلين وتضخم الاسبلين، هيشد الارتري. علشان يشد الارتري ربنا عمل له فراغ تورشوس، علشان خاطر يلاقي فراغ لما يتمدد بيه الارتري. النقطه الثالثه، علشان خاطر قوه اندفاع الدم الى الاسبلين بيقلل من قوه اندفاع الدم الى الطحال. slow rate of blood flow to the splenic. برانشاتك يا سبلينك يا ارتري، قال خلي بالك انا كسبلينك ارتري ماشي على الابر بوردر اوف ذا بنكرياس، يبقى لازم هدي البنكرياس، صح كده؟ ماشي خلف الاستومك، شوف الكورس بتاعته، يبقى لازم هدي المعده. ادى للاستومك شورت جاستريك، راح للفندس اوف ذا استومك، ثم ادى هنا كده. هو السبلين يا جماعه يمين ولا شمال؟ شمال. السبلين شمال، اذا البرانش اللي طلع لازم ياخد ليفت. ليفت جاسترو ايبيبلويك ارتري. الليفت جاسترو ايبيبلويك ارتري اللي هو ده كده اهو، ليفت جاسترو ايبيبلويك ارتري، واضح من اسمه ان هو ناحيه الشمال. ماشي على الجريتر كيرفيتشر اهو، ماشي على الجريتر كيرفيتشر ذا ستومك، اسمه ليفت. هيعمل انسيموز واحد ثاني اسمه رايت. جاسترو ايبيبلويك اللي هو جاي من الهيباتيك، اللي هو جاي من ايه؟ جاي من الهيباتيك. احنا اتفقنا من كده على ان ده كده اهو، الحته دي كده، ده الابر بارت وده اللور بارت اوف ذا ستومك. هيدي الابر بارت اهو، ابر بارت اوف ذا ستومك along the greater كيرفيتشر. خلي بالك كان الليفت جاستريك بيدي الابر بارت اوف ذا ستومك along the lesser كيرفيتشر، لكن الليفت جاسترو ايبيبلويك هيدي الابر بارت من البودي اوف ذا ستومك along the greater كيرفيتشر. ثم هو اسمه سبلينك، اسمه سبلينك، فيروح الى السبلين
وهو لما راح للسبلين زي ما قلنا متقسم الى 5 إلى 6 برانشز دخل بليجامنت اسمه لاينو رينال ليجامنت. لاينو رينال ايه؟ ليجامنت. ده كده عباره عن السبلينيك ارتري. طيب خد هنا كده على الهيباتيك ارتري. ده المتوسط منهم. قلنا الاصغر ليفت جاستريك، الاكبر سبلينيك، المتوسط الهيباتيك. واضح من كلمه هيباتيك ارتري يعني رايح للليفر، من اسمه كده هيباتيك ارتري يعني رايح الى الكبد. هذا الهيباتيك ارتري، ادي البرانشات يا جماعه اهي. ادي السيليك ترانك، ادي الليفت جاستريك اهو، ادي السبلينيك اهو، ادي الهيباتيك ارتري. بالراحه كده. احنا قلنا السبلينيك ماشي ناحيه الشمال، طب الكبد ناحيه اليمين، يبقى اذا المتوقع الهيباتيك ارتري ده كده يمشي شمال ولا يمشي يمين؟ يمشي يمين. متوقع يمشي يمين. مش فورورد اهو تو ذا رايت سايد صح عشان يوصل ايه؟ ابر سيرفيس للفيرست بارت اوف ذا دودنال. يوصل الى الابر اوف ذا فيرست بارت اوف ذا ايه؟ اوف ذا دودنال. هنا بين البورتا هيباتس، بين البورتا هيباتس، بين البورتا هيباتس وبين الليسر كيرفتشر، المنطقه دي هنا كده اهي، المنطقه دي هنا كده، حاجه اسمها ليسر اومنتوم. حاجه اسمها ليسر ايه؟ ليسر اومنتوم. اما هو مشي في الحته بقى، مشي في الرايت فري مارجن، رايت فري مارجن اوف ذا ليسر اومنتوم. مشي في الرايت فري مارجن اوف ذا ليسر اومنتوم. ماشي مع مين؟ في الرايت، ركز كده معايا، في الرايت فري مارجن اوف ذا ليسر مومنتوم ماشي ثلاث حاجات اسمهم فاد. في الرايت فري مارجن اوف ذا ليسر مومنتوم ماشي ثلاث حاجات اسمهم فاد. الفي بورتال فين، الاي هيباتيك ارتري، الدي كومن باي الدكت. كومن باي الدكت. الحقيقه هم ماشيين كده، خلي بالك من الارتري، خلي بالك هنا هما ماشيين كفاد، وهما كان ماشيين كده، مش الهيباتيك ارتري امام بورتال فين على شمال الكومن بايل داكت. راس اهي الوضع اهو، يبقى مشيت قدام البورتال فين على شمال مين؟ على شمال الكومن بايل داكت. عشان خاطر يوصل البورتا هيباتس هتسم الى تو ترنال برانش ليفت اند رايت برانش. يبقى الهيباتيك ارتري بالراحه كده ماشي فورورد ناحيه اليمين علشان يوصل السبير بتاعت الفيرست بارت اوف ذا دودنم، هيطلع في الرايت فري مارجن اهو، رايت فري مارجن اوف ذا ليسر مومنتوم. ده كده عباره عن ليسر مومنتوم اللي هو هيوصل بين البورتا هيباتس والليسر كيرفتشر اوف ذا ستومك. ارجع لمحاضره البروتونيه بسمعه. في الرايت فري مارجن ده ماشي ثلاث حاجات اسمهم فاد، الفي بورتال فين، هنسمع الكلام ده في البورتال فين تاني، الاي هيباتيك ارتري بنسمعه اهو، الدي كومن بايل داكت هنسمع الكلام ده مره ثانيه في الكومن بايل داكت. الثلاثه دول ماشيين بنظام، ماشي ماشيين بنظام. هذا الهيباتيك ارتري ماشي امام البورتال فين على شمال الكومن بايل داكت. طبعا الكومن بايل داكت لازم تبقى على اليمين يا جماعه، ما هي المراره ناحيه اليمين، المراره ناحيه اليمين، خلي بالك كده. يبقى دلوقتي بالراحه كده البي بورتال يعني البي مع البي، قانون حرف البي، بي بوسيلو البورتال ورا، تبقى اتنين قدام، واحد يمين والتاني شمال، مين اليمين ومين الشمال؟ بالراحه كده هي الكومن بايل داكت يعني جا من المراره، والمراره ناحيه اليمين، يبقى الهيباتيك ارت ناحيه الشمال. خلاص الثلاثه دول هم ماشيين كده، ماشيين بنظام اهو. هناخد هنا كده قطاع عرضي، ده كده قطاع طولي، هناخد هنا قطاع عرضي اهو من ورا، ادي البورتال فين اه، ده البورتال فين، قدام منه ده قطاع عرضي اهو، اهو ده كده قطاع عرضي قدامه اهو. الارتري ناحيه، الارتري اهو ناحيه الشمال، الضغط ناحيه اليمين اهو. يبقى ده كده عباره عن البورتال فين، ده كده عباره عن بورتال فين، ده كده قطع عرض بورتال فين بوستيريور، قدام منه اهو الارتري
ناحية الشمال، الضغط ناحية الايه؟ ناحية اليمين. يبقى تعالى نقرا الحتة دي كده مع بعض، نراها كده مع بعض. بيقول لك ايه؟ It ascends the right free margin of the lesser momentum. راح البورتال بس. Anterior to the portal vein اهو، الارتري قدام البورتال فين. ثم على شمال الكومن بايل داكت. على شمال الكومن بايل داكت. برانشاتك يا هيباتيك يا ارتري. اول برانش رايت جاستريك ارتري. رايت جاستريك، اوعى تنسى ان ليفت جاستريك احد برانشات السيليك ترنك. يبقى ليفت جاستريك جاي مباشره من السيليك ترنك. ادي رايت جاستريك ارتري احد برانشات الهيباتيك ارتري. واضح من اسمه ان هو ماشي على الليسر كيرفيتشر. هيعمل انسيموزس مع الليفت جاستريك اللي هو برانش من السيليك ترنك. قلنا الكلام ده قبل كده. هيعمل انسيموزس مع ليفت جاستريك اللي هو برانشات برانش من الايه؟ من السيليك ترنك. بتغذي ايه يا رايت يا جاستريك؟ برضه هنرجع تاني هنقسم الاستومك اهو الى جزئين، ده الابر بارت وده اللور بارت. هيدي ايه هو بقى؟ هيدي اللور بارت اوف ذا ستومك الونج ذا ليسر كيرفتشر. لور بارت الونج ذا ليسر كيرفتشر. اتحرك ادي البيلورس، بيلورس بارت اوف ذا ستومك. اتحرك ادي الفيرست بارت من الايه؟ من الدودرم. يبقى الرايت جاستريك ماشي اهو، ادى اللور بارت من البادي اوف ذا ستومك بس على الايه؟ على الليسر كيرفتشر. ثم اتحرك ادى البيلورس، ثم اتحرك ادى الفيرست بارت من الدودرم. احفظ الكلمه ده علشان الكوبليه ده كده هنشيله دلوقتي حالا، هننزله دلوقتي مع برانش، مع برانش تاني من برانشات الهيباتيك. رقم واحد رايت جاستريك ارتري. جاسترودودنال ارتري. هذا الجاسترودودنال ارتري ماشي ده احد برانشات الهيباتيك ارتري، ماشي ورا الفيرست بارت من الدودنم. بيهايند ذا فيرست بارت اوف ذا دودنم اهو، ماشي ورا الفيرست بارت اوف ذا دودنم. عشان خاطر هتسم الى تو ترنال برانش. واحد رايت جاسترو ايبيبلويك ارتري. رايت جاسترو ايبيبلويك ارتري. هذا رايت جاسترو ايبيبلويك زي ما انت شايف كده ماشي على الجريتر كيرفتشر اهو، علشان يروح يعمل انسيموزس مع مين؟ ارجعوا للسبلينيك ارتري. ليفت جاستريك، ليفت جاسترو ايبيبلويك اللي هو جاي منين؟ جاي من السبلينيك. يبقى رايت جاسترو ايبيبلويك ماشي على الجريتر كيرفتشر، هيروح يعمل انسيموز مع مين؟ مع الليفت جاسترو ايبيبلويك. احنا قلنا الطحال شمال اللي هو جاي من ايه؟ جاي من السبلينيك. بتغذي ايه يا سيدي؟ قال تعالى كده معايا اقسم الحته دي اهو اهو. هغذي اللور بارت من البادي اوف ذا ستومك بس فين؟ على الجريتر كيرفتشر. هدي البيلورس وهدي الفيرست بارت من الايه؟ من الدودنا. خلي بالك الحته دي تاني. يبقى رايت جاسترو ايبيبلويك بدي اللور بارت من البادي بس فين؟ الونج ذا جريتر كيرفتشر، وبدي البيلورس وبدي الفيرست بارت من الدودرام. الكوبليه ده كده بالظبط نفس بالظبط رايت جاستريك لسه قايلها دلوقتي، بس الرايت جاستريك كان بيقول لك ايه؟ لور بارت اوف ذا بادي سيستم الونج ذا ها لسه كيرفتشر. لكن على جريتر كيرفتشر يبقى جاسترو ايبيبلويك. جاسترو ايبيبلويك عشان خاطر ما تنساهاش هنا كده اسمه رايت جاستريك، ده رايت جاسترو ايبيبلويك. اللون على اليسر واللون على الجريتر. شوف الكلمه الطويله مع الطويله والكلمه القصيره مع القصيره. جاستريك جاسترو ايبيبلويك، جاستريك قصيره. شوف جاسترو ايبيبلويك كلمه طويله، يبقى الجاستريك على اليسر كيرفتشر، الجاسترو ايبيبلويك دي كلمه طويله على الجريتر ايه؟ كيرفتشر. يبقى هو دلوقتي هدي هدي اللور بارت من البودي بس على الجريتر كيرفتشر، هدي البايلورس ويدي الفيرست بارت من الايه؟ من الدودرام. ثم ادي هنا كده بقى سوبيريور بنكرياتيكو دودرام. خلي بالك طالما سوبيريور يبقى في انفيريور. اول حاجه هيعمل انسيموز مع الانفيريور بنكرياتيكو دودرام، ده جاي له من تحت من السوبيريور من زنتريك ارتري، جاي له من تحت ماشي. الانفيريور بنكرياتيكو دودرام ده جاي من السوبيريور من زنتريك ارتري اللي هو بتاع الميد جاب، هنعرفه في المحاضرة القادمة إن شاء الله. يبقى إذا دلوقتي السوبير بنكرياتيكو دودنال هيعمل انسيموزس مع الفير بنكرياتيكو دودنال اللي هو جاي له منين؟ سوبير ميزنتريك ارتري. ماشي في الحتة الراجل ده كده، هنا كده أدي سكند بارت من الدودنال وساكن في المنطقة دي هنا كده جوه تجويف الدودنال يا جماعة يسكن مين؟ أدي البنكرياس أهو. أدي البنكرياس
يسكن في التبويب بتاعت فرس بارتوز الدودنم. هو ماشي فين؟ اهو اهو ماشي بين مين وبين مين؟ بين الدودنم وبين الهيد اوف ذا بنكرياس. بين الدودنم وبين الهيد اوف ذا بنكرياس. اذا هو هيد ايه؟ هيد السكند بارت من الدودنم، بس لغايه فين؟ لغايه الميجور دودنم البابيلا اللي هو نهايه الفرجات. وهيد الثاني بقى اسمه ايه كده؟ بص اسمه بنكرياتيك ودودنم. هيد البنكرياس، هيد الابر هاف من الباد اوف ذا بنكرياس، وهيد الهيد اوف ذا بنكرياس، وهيد عندك التيل اوف ذا بنكرياس اللي هو الجزء بتاعت الايه؟ بتاع الفور جت. تمام كده يا جماعه؟ اذا دلوقتي اسف، هدي الابر هاف من الهيد اوف ذا بنكرياس، وهيدي السكند بارت من الايه؟ من الدودنم. وهيدي السكند بارت من الايه؟ من الدودنم، لان البنكرياتيك او البنكرياس معظمه بياخد من سبلينيك ارتري. بياخد من سبلينيك ارتري. يبقى سبلينيك بنكرياتيك ودودنم. هيمشي بين السكند بارت من الدودنم. والهيد اوف ذا بنكرياس هيعمل اسموز مع انفير بنكرياتيكو دودن جاي له من تحت من السوبيرو ميزنتريك ارت. هدي هو بقى هدي السكند بارت من الدودن، وهدي انا كده الابر بارت من الهيد اوف ذا بنكرياس. لازلنا في برانشات الهيباتيك ارتري. هدي برانش سوبرا دودنال، من اسمه سوبرا يعني فوق، للفيرست بارت من الدودن. اسمه هيباتيك، هتسم الى توترنال برانش. رايت رايح للرايت لوب، ولفت رايح الى ليفت لوب. من الرايت هيطلع برانش خاص، من الرايت هيطلع برانش خاص اسمه سيستيك ارتري اللي هو رايح للجول بلادر. يبقى دلوقتي من الرايت هيطلع سيستيك ارتري اللي هو رايح الى الايه؟ الجول بلادر. ومعنى كلمه سيست معناها حويصله. سيست يعني حويصله، واسمها هي الحويصله الايه؟ الصفراويه. ماشي؟ ده كده برانشات الهيباتيك ارتري. خلي بالك بقى سيدي، انت جيت لاي سبب من الاسباب وانت بتعمل عمليه جراحيه غصب عنك، ماشي؟ مش بمزاجك، مش هنقول بمزاجك، هنقول غصب عنك، ربطت الهيباتيك ارتري. ايه اللي هيحصل؟ لو انت ربطت الهيباتيك ارتري بروكسيمال تو ذا رايت جاستريك برانش، يعني ايه بروكسيمال؟ يعني قبل ما يطلع الرايت جاستريك. انا جيت الهيباتيك ارت ربطته منين؟ حته هنا وكده قبل ما يدي ولا برانش، لغيت الهيباتيك ارتي يا دوب طلع لغيته بروكسيمال، يعني قبل ما يدي رايت جاستريك، قبل ما يدي برانشاته كلها. ايه اللي يحصل؟ ولا حاجه، اكنك ما عملتش حاجه. ليه يا عمو يوسف؟ قال بص يا سيدي، شوف الانسيموزس بتاع الهيباتيك ارتري ده كده عامل انسيموز مع مين؟ بص يا سيدي، انا اول حاجه الدم هيجي له منين؟ من الليفت جاستريك. معنى قلنا الليفت جاستريك عامل انسيموزس مع الرايت جاستريك، يبقى الدم هيجي من الليفت جاستريك للرايت جاستريك للهيباتيك وهيكمل. تاني طريق هيجي له من الليفت جاسترو ايبيبلويك، لو عامل مع الرايت جاسترو ايبيبلويك هيرجع للهيباتيك ولا كان في حاجه. تالت طريق هيجي له من الانفيرور بانكرياتيكو دودنال، هيروح للسوبير بنكر اللي هو جاي من السوبير ميزنتريك، للسوبير بنكرياتيكو دودنال، هيروح للهيباتيك ثم الى الليفر. يبقى بالراحه هنا كده تاني، انا لما اربط الهيباتيك ارتري قبل الرايت جاستريك ارتري مفيش اي مشكله. ليه يا بيه؟ لان في كولاترال سيركويشن، في انسيموزس، هيجي له الدم منين؟ واحد الليفت جاستريك ارتري اللي هو جاي من السيليك ترانك، ماشي، هيروح للرايت جاستريك الى الهيباتيك، طريق معكوس. تاني طريق ليفت جاسترو بيبلويك، ده جاي من السبلينك، يبقى هجيب الدم من السبلينك ارتري. ليفت جاسترو بيبلويك هيروح للرايت جاسترو بيبلويك، هيرجع للهيباتيك، مفيش مشاكل. تالت طريق انفيريور بنكرياتيكو دودنال اللي هو جاي من السوبير ميزنتريك ارتري، هيودي الدم الى السوبير بنكرياتيكو دودنال للجاسترو دودنال للهيباتيك، اذا نو مشكله. لكن لو ربطته بقى ديستال للجاسترو دودنال برانش، يعني بعد ما ادى البرانشاته جيت ربطته هنا كده بعد الجاسترو دودنال، يعني انا لغيت بقى الرايت جاستريك، يبقى مفيش دم هيجي من الليفت جاستريك. لغيت الجاسترو دودنال، يعني مفيش دم هيجي لي من الليفت جاستريك للرايت جاسترو بيبلويك. لغيت السوبير بنكرياتيكو دودنال، لغيت المنطقه دي كلها، هنا الكبد هيحصل له نكروزس، هيموت الكبد، لكن قليل من الدم في اناظر انسيموز اهو هيجي له من الانفيريور فرينك ارتريز
اللي هو بتاعه الايه؟ بتاعه الدايفرام. يبقى خلي بالك من الحته دي، انا لو ربطته قبل قرايه جاستريك مع بدايه الاورجن بتاعته مفيش مشكله زي ما قلنا، لكن لو ربطته بعد الجاستروديودينال اذا لغيت كل الايه؟ كل الثلاث طرق اللي كان جايب له قدام دول انا لغيتهم. كل الثلاث طرق دول اللي هو جاي من ليفت جاستريك لغيته، ليفت جاستريك بابلويت لغيته، انفيرور بنكرياتيكو دودنال لغيته، الثلاث طرق دول لغيتهم اذا احسن نكروزس، لكن قليل من الدم هيجيله من الانفيرور فرينك ارتريز اللي هم بتعود الايه؟ بتعود الديافرام. وهنا كده يكون خلص هيباتيك ارتري بالسيلياكي. طبعا واخيرا اشكركم شكرا جزيلا على سعة صدركم وحسن استماعكم. كان معكم الأستاذ الدكتور يوسف حسين، أستاذ التشريح وعلم الأجنة. وأخيرا أذكركم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا العمل خالصا لوجهه الكريم، كما أتمنى من السادة الزملاء وأبنائي الأطباء اللي هم بيسمعوا هذه الفيديوهات يشيروها للزملاء الآخرين لعل أن تعم المنفعة للجميع. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.